مركب ديفيدنت اكستريم بيغلف تقاوي القمح لحمايتها من الأمراض اللي بتهددها في بداية الزراعة من خلال التربة أو بتكون محملة على التقاوي. تعالوا نقابل الدكتور شريف أيوب، المدير الإقليمي للتسويق والتطوير في شركة كفر الزيات للمبيدات كيزد، عشان نفهم التكنولوجيا الجديدة اللي اعتمد عليها مركب ديفيدنت اكستريم. عايزين حضرتك تفهمنا بالراحة إن ديفيدنت اكستريم بيشتغل ازاي؟ يعني ايه محصولي محمي 60 يوم؟ محصول القمح المحصول الاستراتيجي الاول. 90% من النباتات اللي موجوده في العالم بتنمو من البذره، والبذره دي اللي بتحمل الصفات الوراثيه، فبالتالي العنايه بالبذره لازم تكون الحقيقه على قد المسؤوليه، بمعنى اختيارك للمنتج مهم، مش اي منتج، والمنتج نفسه يكون مثلا زي الديفيدن اكستريم، لما يكون فيه مادتين فعاليتين ويكونوا كمان جهازيتين، فبالتالي أنا أقدر أحمي بذرة القمح لغاية 45 ل60 يوم. إزاي؟ أنا بغطي هذه البذرة وبالتالي بحميها من أمراض التربة والأمراض التي محملة على البذرة. يعني ده مش مجرد غلاف، ده بيتعامل مع البذرة. يعني هو عبارة عن مادة بيتم تغليف هذه المادة إلى البذرة من الخارج، ولكن المادة نفسها لها القدرة على الاختراق البسيط اللي هو يخليك ان انت تقتل هذا المرض الكامن جوه البذرة، وخاصة التفحم السائب ده مهم جدا بانه هو اقاومه من البذرة، لان هو بداخل البذرة ومش هيبان الا مع السنابل في الاخر. كل النتائج وكل التجارب الحقلية اللي اتعملت في مصر بتقول إن هو مش أقل من 2 أردب إلى فيما فوق. طب أنت يعني الكوست بتاع المركب ده في الفداني قد إيه؟ ممكن لا يتعدى، يعني لا يتعدى، أنا مش عاوز بس أجزم، لا يتعدى 70-80 جنيه في سبيل إن أنت ممكن توقف في الآخر 4000 جنيه. يعني إدالك كل مصاريفك. حضرتك قلت النهاردة إن هو إن هذا المركب بيكافح مرض الصدأ، بيتصدله ازاي؟ انا عايز اعرف. لو الظروف الجويه مواتيه وان الصدأ يجي لك بكثافه عاليه، يعني هتلاقي المنطقه المعامله بالديفيدن اكستريم اقل من الاخر، ولو هي واطيه وضئيله جدا ممكن ما يكونش موجود. فبالتالي احنا عندنا نسبه من المكافحه اللي هي المعقوله، اللي هي ممكن تفيدني كمزارع ان اوفر حتى رشه في الاخر. طيب مفروض ان انا اتعامل مع البذره بالمركب الجديد قبل الزراعة قد ايه؟ على حسب الظروف اللي هي موجودة عندي. مثلا لو لقيت ان انا البذرة موجودة متوفرة عندي، انا بعامل قبلها ممكن باسبوع بشهر بشهرين، بس انا مهم قوي ان انا احتفظ بيها في اماكن جيدة التهوية.